أنا إذا مت وصيت أن أولادي يبنوا لي مسجد، فذهب الناس لأهل الميت فقال أحدهم: لماذا لم يبني لنفسي في حياته؟ قال: ليش لا بني نفسي؟ أنا ما أنا فاضي له، أنا ميراث، أنا ما أنا فاضي. وما زلت سبحان الله أحد الوجهاء هنا في جدة سبحان الله منذ سنوات سبحان الله لم ينفذ وصية أبيه وأمه ببناء مسجد منذ سنوات. خلال هذه السنوات بنى مراكز تجارية وبنى عمائر، وأيام العقار ما كان مزدهرا باع واشترى، ثم ذهبت وصية الوالدين ولم ينفذ منها شيء. فلذلك يعني فعلا كلمة جميلة: ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي، كما قال الصديق في الصحيح لما النبي قال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاب كل ماله، حتى يقول عمر: والله قلت ما أسبقك بعد اليوم يا أبا بكر. فهذا اليقين والتوكل، يعني سأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص. فضلوا.